الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. إن عيد العشر الذي نخلد اليوم بكل اعتزاز ذكراه 22 يمثل أكثر من مناسبة للاحتفال بذكرى جلوسنا على العرش، فيجسد روابط البيعة المقدسة والتلاحم القوي الذي يجمع على الدوام ملوك وسلاطين المغرب بأبناء شعبهم في كل الظروف والأحوال. فالمغرب دولة عريقة وأمة موحدة تضرب جذورها في أعماق التاريخ، والمغرب قوي بوحدته الوطنية واجتماع وإجماع مكوناته حول مقدساته، وهو قوي بمؤسساته وطاقات وكفاءات أبنائه وعملهم على تنميته وتقدمه والدفاع عن وحدته واستقراره. إن هذا الرصيد البشري الحضاري المتجدد والمتواصل والذي مكن بلادنا من رفع التحديات وتجاوز الصعوبات عبر تاريخها الطويل والحديث. شعبي العزيز، نود في البداية أن نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي العام والخاص والعسكري، وللقوات الأمنية والسلطات العمومية على ما أبان عنه من تفان وروح مسؤولية في مواجهة وباء كوفيد-19. إنها مرحلة صعبة علينا جميعا وعلي شخصيا وعلى أسرتي كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون أحس بنفس الألم وأتقاسم معهم نفس الشعور. ورغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي على المشاريع والأنشطة الاقتصادية وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول للحد من آثار هذه الأزمة، وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته، لقي إقبالا تلقائي من طرف المواطنين. كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة. وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية. شعبي العزيز، من حقنا اليوم أن نعتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق، وكذا بحسن الحملة الوطنية للتلحقيح والانخراط الواسع للمواطنين فيها، وإيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال صناعة اللقاحات أو الأدوية والمواد الطبيعية الضرورية بالمغرب. ورغم كل هذا لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة، وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن. شعبي العزيز، بفضل هذا المجهود الوطني الجماعي يسجل الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية على طريق استعادة قدرته الشرائية، وقد تعززت هذه الوضعية والحمد لله بنتائج الموسم الفلاحي الجديد الذي أنعم به الله علينا، والذي يساهم في توفير المنتوج الفلاحي الوطني وإشاعة روح الطمأنينة لدى المواطنين. ويأتي هذا التطور الملحوظ في سياق واعد بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي لمقترحاتها
الذي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي وتوطيد المشروع الاجتماعي الذي نريده لبلادنا. لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشكور وبعمل وطني شاركت فيه القوى الحية للأمة من أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية ونقابية واجتماعية ومجتمع مدني وعدد من المواطنين، كما كان الشأن من مرحلة الإعداد فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية أمنية تتطلب مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والأمومية خلال السنوات القادمة. وإننا نتطلع أن يشكل الميثاق الوطني من أجل الميثاق إطارا مرجعيا من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب. وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرص على مواكبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءات وآليات. شعبي العزيز، بموازاة مع مبادراته التنموية على المستوى الداخلي، فإن المغرب يحرص بنفس العزم على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الإفريقي والأور المتوسطي وخاصة في جواره المغاربي. وإيمانا بهذا التوجه، فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، ذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله. وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. نحن لا نريد أن نعاتب أحد ولا نعطي الدروس لأحد، وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا. أما ما يقوله البعض بأن فتح الحدود لن يجلب للجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح، وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة. فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة
يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات. وبإمكان أي واحد أن يتأكد من عدم صحة هذه الادعاءات، لا سيما أن هناك جالية جزائرية تعيش في بلادنا، وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور. وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا. لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وطمأنينة شعبها من أمن المغرب واستقراره، والعكس صحيح. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد. ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر. فالعصابات التي تقوم بذلك هي عدونا الحقيقي والمشترك، وإذا عملنا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطاتها وتجفيف منابعها. ومن جهة أخرى سنتأسف لتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر. والتي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباعا سلبي لا سيما في المحافل الدولية. لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يضيع طاقات بلدينا ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنما توأمان متكاملان. لذا أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل سويا في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة المجيدة لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره. كما نستحضر بكل وفاء أرواح تضحيات أجدادنا الكرام، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالته الملك حسن الثاني طيب الله ثراهما وكل شهداء الوطن الأبرار. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.